أقيم في الفترة ما بين 5 وحتى 10 من نوفمبر الماضي المعرض الصيني الدولي الأول للاستيراد، حيث تكلل هذا المعرض بنجاح، وقد ركز على الاستيراد على المستوى الوطني والعالمي، واستضافته مدينة شانغهاي، وأن هذا يؤكد على دعم الصين لتحرير التجارة والعولمة الاقتصادية، كما يؤكد على نية الصين لفتح سوقها للعالم بأكمله. بحلول نهاية هذا العام، وقعت الصين 149 اتفاقاً تعاونياً مع البلدان والمنظمات العالمية الأخرى حول بناء الحزام والطريق، ففي الوقت الحالي أصبحت المبادرة أكبر منصة على مستوى العالم للقيام بالتعاون العالمي، وأن بناء الحزام والطريق قد تم إدراجه ضمن وثيقة الأمم المتحدة ومجموعة 20 والأبك ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها. في عام 2018 تطورت الأوضاع في سوريا إلى المواجهة بين القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران والمعارضة السورية المسلحة المدعومة من الدول الغربية. وفي 19 من ديسمبر أعلنت الولايات المتحدة عن سحب قواتها بالكامل من سوريا، وبالإضافة إلى ذلك ظهرت نزاعات متكررة في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط. تم إحراز تقدم كبير في تحسين العلاقات بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية، حيث التقى زعيما البلدين 3 مرات خلال العام الماضي، ووافقا على عدد من الإجراءات الهامة للعمل من أجل تحقيق السلام، كما أجرى زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو الماضي، كما نالت جهود الصين لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي. في 22 من مارس الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة رئاسية، حيث قرر زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وبهذا أثارت الولايات المتحدة الاحتكاكات التجارية بين الجانبين، وتوصل الجانبان إلى اتفاق بوقف الاحتكاكات خلال اجتماع الرئيسين الذي عقد على هامش قمة مجموعة 20 في الأرجنتين. شنت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية أكبر موجة من طرد الدبلوماسيين الروس منذ انتهاء الحرب الباردة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 أكتوبر عن نية بلاده الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا بحجة مخالفة روسيا للمعاهدة. شهدت مسيرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقلبات وانعطافات، وكان من المقرر أن يجري التصويت على مشروع اتفاق الخروج في البرلمان البريطاني في 11 ديسمبر، لكن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قررت تأجيل التصويت بسبب تصاعد الأصوات المعارضة ضد الخروج داخل البلاد. بلغ سعر نفط برينت 86.29 دولار للبرميل في 3 أكتوبر، لكنه شهد انخفاضات بعد ذلك، حيث تواجه منظمة الأوبك ضغوطا داخلية وخارجية. وفي 10 ديسمبر أعلن الاتحاد الأوروبي نيته للتحول من الدولار إلى اليورو في الحسابات التجارية مع طهران فيما يتعلق بإمدادات النفط من إيران. سجل الاحترار العالمي تزايدا مستمرا خلال عام 2018، وافتتح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في بولندا في 2 ديسمبر، حيث أجرى ممثلون من نحو 200 دولة مفاوضات شاقة حول تفاصيل اتفاق باريس للمناخ لتحديد الإجراءات القادمة لتطبيق الاتفاق. شهد عام 2018 موجة جديدة من تطور الذكاء الاصطناعي بفضل دعم تقنيات شبكة الإنترنت المتنقلة والبيانات الكبرى والحاسوب العملاق وغيره من التقنيات والنظريات الحديثة. ومع حلول عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، يرى محللون أن الذكاء الاصطناعي سيجلب تغيرات ثورية في الرعاية الصحية والمال والنقل والتصنيع والخدمات والرياضة وغيرها من المجالات.